شو بدك بعد؟ كمال بليز ما تسألني، أنا رح موت. هلي عني، ما أنا حكينا بالمكتب وخلص. كمال إذا ما رح شوفك الليلة رح انتحر. رح انتحر. ما كنت عارفك خوتها هالقد. بس ما متت. كان بدك تموتي؟ اللي بينتحر شو بكون بده؟ يكون بده مستشفى امراض عقلية اذا زمت. ما تحطيني تحت الامر الواقع. سكلي ايدي. لحقناها اخر لحظة متر كمان. كمية الحبوب منومة عندتها كانت عالية. شو بدك نعمل؟ ضهروها بس تصير منيحة. انتحار متر، محاولة انتحار، ما فينا نسكت من دون تبليغ. محاولة فاشلة. أنا بتصرف.